السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين البعثة الاتحاد العاصمة الجزائرية وين تصل إلى البلد الشقيق المغرب، يعني وين نتمنى إن شاء الله بربي وين الاتحاد العاصمة يعود يعني بتأهل بعد ما نقولوا بلي هدفين لصفر، يعني نتيجة تخدم الاتحاد العاصمة. لكن قبل كل شيء وين شاهدنا وين حطت البعثة الاتحاد العاصمة الجزائرية الرحال في المملكة المغربية استعداد لمواجهة الجيش الملكي لحساب إياب الربع النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يعني وكان ترحيب وكان استقبال في القمة، خاصة بعد ما شاهدنا يعني تصريحات تاع بالشيخة والوفد اللي يعني اللي كان يعني المترأس اللي راحوا مع الاتحاد العاصمة وين انبهروا بالاستقبال حتى لهنا. احنا ما فيك ما نراخروش روحنا حتى هنا يا وين كان استقبال يعني في القمة، وكانت المباراة وين تغلبت عليها الروح الرياضية لا في الميدان ولا في المدرجات ولا في التنظيم ولا حاجة كبيرة، كاع حاجة مليحة يعني وين اتحاد العاصمة وين عطى المثل وعطى الصورة الحقيقية للشعب الجزائري، يعني وين عطى صورة حقيقية صورة ما شاء الله للشعب الجزائري. هذه هي هذه الحاجة المليحة اللي نتمناوها تاعهم في كل ملاعب. ماشي تقايس بالقرعة، مابقاتش مقايسة، على بالك بلي الناس تضحك، مابقاتش مقايسة، الناس تضحك، على بالك تقايس، عيبة، على بالك ولا تصفر على ناشي، هذي ما بقاتش، هذي راهي بريميري، صايي راحت، هي راحت. على احنا لعبنا ماتش دو باراج كونت الكاميرون، شادنا الكاميرون يصفروا، شاد الناس، هنايا ولاو يصفروا، ماشي، هذي صايي السؤال لازم عندك، راه عندنا الفيسبوك، راه عندنا رانا نطوروا، نورمالمون نطوروا راسك فيك يتطور فيك، ماشي غير تشوف، لازم تخدم راسك، لازم تطور، لازم تروح تقلع. لازم تخرج، انت تشوف منه طق 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 طق، ومن بعد تصفر ولا تقيس تقيس القرعه ولا ايه كي داير هادي؟ المهم يكمل ناشيد اي نادي ولا اي منتخب كمل ناشيد تصفر، علاه يدير لك في بلادك يدير لك الناشيد تاع البلاد اللي يجي عندك احترام. ما شفتو من محرز ولا تاع النيجيريا يقول لكم ما تصفروش صحيح بزاف، ما يبغوش كيما هكا، ماشي كيما هكا سبور لي سبورتيف، الناس تريسبيري بولا، الناس تريسبيري كورة، الناس تريسبيري رياضة. سي محمد ما بقات تصفر، ما بقات. حنايا نشكرو شو نشكر يعني والله لا نشكرو الجماهير تاع اتحاد العاصمة اللي عطات صورة يعني ما شاء الله حاجة كبيرة كاع. الله يعطيهم الصحة، والله الله يعطيهم الصحة، قاعد يهدر الصحة، الله يعطيهم الصحة. حتى فانيك ما ننساوش حتى لولا الانهزام وهذوك، خلينا من برا تاع براقي ومازال التنظيم، التنظيم في براقي مازال باركينغ مبلعينه يعني تاع التنقل وصوالح، شويه الدخله كانت شويه ماشي مليحه، ماشي كما تاع الياسما نظموا رواحهم يعني صفوف صفوف بدون شرطه بدون دخلوا نورمال. زيد يعني حتى الانصار تاع شباب الوزداد وكانوا يعني في المدرجات كان يعني ما شاء الله ما نكذبوش على روحنا، كانت بقى لك المستطيل الاخضر اللي كانت سليمه بصح ولا كانت حاجه كبيره. حنا وين عاودوا نولوا نتكلموا وين بالشيخ بالشيخه وين رئيس الوفد يعني الوفد المرافق للنادي اتحاد العاصمه وين نقولوا بلي يعني وين كانت البعثه وين تلقات ترحيب كبير يعني، وشاهدنا حتى تصريحات تاع بن شيخه يعني والوفد اللي كان مرافق وين قال لهم نحن نعلم يعني بكرم وضيافه الشعب المغربي والمسؤولين وكلش. هذه هي حاجه مليحه يعني كيما لونترينر والوفد تاع الجيش يعني وين شكروا يعني شكروا كيسموهم يا ربي شكروا الجزائريين كي جاوا لهنا فين شكرونا احنا فين كيشكروهم. قال لك يا ودي نعلم بالشيخه اش قال لهم، قال لهم نحن نعلم يعني نعرفوا القيمه تاع
تاع الكرم والضيافه تاع الشعب المغربي، وهذه غنيه عنكم تعريف يعني على بالنا بها. ووجد يعني وغادرت البعثه النادي الجزائري يوم امس الاربعاء متجه صوب المملكه المغربيه، حيث حظيت بدعم جماهيري كبير في المطار بغيه تحفيز لاعبين على تحقيق النتيجه الايجابيه. ووجدت الاتحاد العاصمه في استقبالها بمجرد وصولها للمملكه بعض المسؤولين يعني تلقت بمسؤولين الجيش الملكي الذين حرصوا على تقديم باقات من الورود لنظرائهم الجزائريين. سيجري اتحاد العاصمه 3 حصص تدريبيه في المغرب تحضير لمباراه المقرره اجراؤها الاحد القادم انطلاق من الساعه 8 مساء. ويذكر ان المباراه الذهاب اجريت على ملعب 5 جويريه وقد انتهت يعني لصالح الفريق النادي الاتحاد العاصمه الجزائري بهدفين لصفر في امضاء من سعدي رضواني وزين الدين بالعيد. يعني المهم حنايا كما يقول لك هذه حاجه مليحه، التفاته شابه يعني ما في الرياضه، يعني الرياضه شو نهضروا على الرياضه، احنا ما غاديش نقول لك انايا روحنا للمغرب في صاروخ ولا المغرب جاتنا في صاروخ ولا لا، طائره طاقه الطائره يعني وكلش تو فابيا. هذه كرة القدم، كرة القدم يعني مسخورنا نسمعوا يقول لك كرة القدم من أجل التعارف ما بين الشعوب، هذه نعرفها كيما هكا، نعرفها كيما هكا، كرة القدم من أجل التعارف. عرفت شوف كيفاش استقبال يعني ما شاء الله، استقبال كان يعني في المستوى ما شاء الله ما شاء الله، استقبال كلش كان في المستوى. هذه يا خويا يا نهار اللي هدرناها لكم ما امنتوش. يا ودي انا ما نكذبش عليكم، حنا ما نكذبوش عليكم، انا ماذا بيا وين نقولها لكم نعاود، ماذا بيا هذا الحفل الافتتاح اللي بيديروا هنايا، كون يجيبوا قران يجيبوا ناس طلبه يقراوا قران افضل. راك تشوف راه الصيف سي محمد، الربيع مازال ما خرج، راه الصيف الربيع مازال ما خرج، راه الصيف، جيبوا قران ديروا قران ديروا منا ديروا ميتصلوا صلوا ليشان صلوا صفوا قلوبكم، ماشي تصلي وتقرا فلان بيت طرد قهوة لاخر بيت دين له لاخر، صلوا نيشان صلوا نيشان. أنا نقولها لك اش غادي نقول لك. المهم انا كما يقول لك كيفاش نقولوها، نجمو نقول لكم ماشي والله لا بزاف والله العظيم، ونشكر خوتنا المغاربه نشكرهم على حسن الضيافه تاعهم، رد الجميل خاطر هنا فانيك داروا تاوعنا فانيك لقاهم اللي عند ربي وضيفوهم وحسوا روحهم باليوم في بلادهم. حنا فانيك وين اللعابه تاوعنا شاهدناهم فماك، شاهدنا المسؤولين تاوعنا، شاهدنا الناس تضحك مع بن شيخه يعرفوه، يعني عادي نورمال ما كاش اشكال، ما كاش اشكال، الاشكال في المواقع برك، هذا ما كان اشكال، حنايا عندنا في المواقع هذه هي ما عندناش اشكال. كاين انا شفت واحد مصري دار نهار اللي الجيش جا لهنا قال لك داروا له مشاكل، والجزائر نهار اللي راحت يخرج غير هذا المصري قال لك كيما المغاربه يسيئون للبعثه الجزائريه ومن وين يسيئون. لا الحمد لله ما تدخلوش روحكم، ما تدخلوش روحكم انتوما بعض المصريين، ما تدخلوش روحكم بيننا وبين المغرب، ما تدخلوش روحكم الله يرحم الشوابين. انا نقولها لكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني ابوني معنا. ماذا بكم، دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم صحه عيدكم.